الرسمي للنادي الأهلي برضو نشر تصريح لكارسيلون المدير الفني للنادي الأهلي اللي قال فيه إن هو عنده ثقة كبيرة جدا في قدرات لعيبة النادي الأهلي واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، وكمان عنده ثقة فيهم إن هم ينفذوا فكره الخططي بشكل نموذجي وكمان يقدروا يستعيدوا لقب دوري أبطال أفريقيا. وقال كمان إن هم عندهم تحدي جديد مع الإنتاج الحربي وإنها هتكون مباراة صعبة، وقال كمان إن الفريق عنده الكثير لتقديمه لجماهير النادي الأهلي لكن الظروف ضغطت المباريات طبعا والإصابات اللي كانت موجودة هي كانت السبب في الأداء السيء وإنها مسألة وقت مش أكتر. تعالوا دلوقتي بقى نشوف معاكم بعض تصريحات كارتيرون، نشوف قال إيه لقناة النادي الأهلي بعد المباراة. Un match au niveau offensif très intéressant. Et tout ce qu'on avait fait très très bien pendant 8 matchs avec un seul but encaissé au niveau défensif a été très très mal fait aujourd'hui. C'est sans vouloir faire la fine bouche, c'est une belle victoire. On est à 13 points, on est premier du groupe. طبعا من غير ما نوضب الكلام احنا هي نتيجه كويسه، انتصار كويس وطلعنا بيه اول مجموعه. Je suis juste satisfait d'une chose, c'est qu'au niveau du secteur offensif ça va nous donner beaucoup de confiance. انا سعيد جدا على مستوى الهجوم حددنا بقى لنا وجود. Et au niveau du secteur défensif ça va nous ramener à beaucoup d'humilité. وعلى المستوى الدفاعي كده هيبقى في شويه تواضع لان الفتره اللي فاتت كنا فيها مستوانا كويس. L'objectif c'est de se servir des matchs à venir pour vraiment arriver à trouver le parfait équilibre pour être à la fois solide défensivement et performant offensivement. هنحاول نشتغل الفتره الجايه عشان نوجد في الماتشات الجايه توازن بين القوه الدفاعيه والفاعليه الهجوميه. Non, je cherche pas d'excuses, c'est pas nous qui décidons du calendrier. L'objectif c'était à la fois de redevenir compétitif, d'avoir un état d'esprit formidable. Mais quand on est à la liste, ça passe par le fait d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on est premier du championnat, on est qualifié en quart de finale de Champions League. Et je pense très honnêtement qu'on est encore à 60 ou 70% de notre potentiel. Donc, on va mettre à profit les prochains jours et on va servir de la trêve internationale pour vraiment faire passer un cap supplémentaire à l'équipe. Ce que je veux surtout, comme je l'ai dit, c'est que même dans les jours où on joue pas très bien, on a un état d'esprit qui nous permet de quand même gagner les matchs. La difficulté, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est que au niveau physique, ce qu'on fait, c'est exceptionnel parce que jouer et enchaîner les matchs tous les trois jours et les déplacements et rester performant. C'est sûr qu'au niveau de la qualité de jeu, c'est pas toujours top, mais par contre, on est présent au niveau des résultats et ça, c'est le plus important. تابعنا معاكم دلوقتي اهم تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي بعد لقاء امبارح وفوز النادي الاهلي طبعا وتصدره المجموعه. نرجع مره ثانيه للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان النادي الاهلي قدر في نهايه دور المجموعات ان هو يكون اكثر الانديه المشاركه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا حصدا للنقاط في كل المجموعات. وصل الرصيد النادي الاهلي ل 13 نقطه احتل بيهم طبعا صداره المجموعه الاولى، لكن اوائل بقى المجموعات الثانيه مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي وكمان النجم الساحلي التونسي كل الفرق دي كان لكل فريق فيهم 12 نقطة بس. كما ان اليوم السابع اكد ان مايك موتيبي المدير الفني لكامبالا سيتي بعد ما خسر من النادي الاهلي قال ان فريقه واجه خصم قوي جدا بيمتلك لعيبه بيتمتعوا بخبرات كبيره، وقال كمان مدرب كامبالا ان فريقه وقع في اخطاء كتيره جدا في مواجهه النادي الاهلي خصوصا على المستوى الدفاعي، وقال كمان ان هو اتعلم من المواجهه دي وهيعالج الاخطاء اللي ظهرت خلال المرحله اللي جايه.
الوطن سبورت كمان قال ان وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي دخل في سباق المنافسه بقوه على لقب هداف دوري ابطال افريقيا. وليد طبعا بعد ما احرز هدفين امبارح بقى رصيده من الاهداف 6 اهداف، احتل بيهم المركز الثاني بعد مالانجو نجيتا مهاجم مازيمبي الكونغولي واللي بيتصدر قائمه الهدافين ب7 اهداف. نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي مره تانية، واللي برضو قال ان باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي استلم النهارده تقرير شامل عن تدريب مجموعه اللعيبه اللي كانوا غايبين عن مباراه كامبالا سيتي، واللي كانوا طبعا بيخوضوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش في النادي الاهلي، وكان بيقود وقتها التمارين حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنيه، وكمان طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. واشتملت التقارير دي على كل الملاحظات الفنيه والبدنيه الخاصه طبعا بمجموعه اللعيبه واللي كان منهم صبري رحيل وكريم ندبد ومحمد شريف واحمد علاء ومحمود الجزار واحمد حمودي واحمد طارق ومصطفى شوبير وعمرو بركات وعمرو جمال واحمد الشيخ وباسم علي ورامي ربيعه وجونيور اجاييه واحمد ياسر ريان ووليد سليمان وعمار حمدي. برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي النهارده قال ان حسام عاشور وعمرو السوليه لعيبه النادي الاهلي لكره القدم هيعملوا أشياء عشان يطمنوا على إصابتهم عشان طبعا تحدد موقفهم من التدريبات الجماعية. عاشور ساب مباراة كامبالا سيتي امبارح بعد الإصابة في العضلة الضمة، لكن عاشور كان بيعاني من كدمة في الظهر ومع ذلك طبعا كمل المباراة. نروح للشروق. الشروق قالت ان صرح محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي ان الجهاز الفني قفل خلاص صفحه ابطال افريقيا بعد مباراه كامبالا سيتي، واللي طبعا حسمها النادي الاهلي لصالحه وتصدر بيها المجموعه، وقال ان احنا بنستعد دلوقتي بقى لمباراه الانتاج الحربي ومركزين فيها. موقع رسمي برضو للنادي الاهلي قال ان بيستعد النادي الاهلي لمواجهه الانتاج الحربي في منافسه مسابقات الدوري المصري الممتاز، واللي هتكون ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. وكارتيرون خلاص ادى للعيبه راحه النهارده من التمرين عشان ياخدوا بقى نفسهم بعد طبعا ضغط المباريات في الفتره اللي فاتت ويستأنفوا التدريبات ان شاء الله بكره. من كره القدم نروح بقى للالعاب الثانيه. الموقع الرسمي للنادي الاهلي برده كتب ان محمد عادل المدرب العام لفريق كره اليد الرجال قال ان هو عنده رغبه في الفوز بلقب بطوله القسم الدوليه اللي بتستضيفها الامارات، وقال كمان ان البطوله دي بتمثل اهميه عند الجهاز الفني ويحاول ان هو يستفيد منها من خلال الاحتكاك مع مدارس كرويه مختلفه في البطوله دي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان رجال اليد في النادي الاهلي عندهم مباراه مهمه جدا النهارده مع فريق الهدى السعودي في اطار مباريات بطوله القسم الوديه الساعه 6 مساء 6 ونص كمان بالتحديد على صاله نادي الشرق الرياضي. وكان الفريق عنده تمرين امبارح، حرص عاصم حماد المدير الفني للفريق على تجهيز اللعيبه للمباراه اللي هتقام ان شاء الله الساعه 6 ونص مساء على ملعب الشرقه. الموقع الرسمي للنادي الاهلي برده كتب خبر عن الطايرة عن نهلة سامح كابتن فريق كرة الطايرة، بتقول فيه ان عندنا صعوبات في منافسات الموسم اللي جاي في ظل طبعا رغبتنا ان احنا نحقق نتائج كويسة جدا ونتائج ايجابية وننافس على قمة البطولات، ولكن عندنا المهمة دي محتاجة التركيز من كل اللاعبين وان هم عندهم طبعا ارتباطات في ديسمبر اللي جاي عشان يخوضوا منافسات البطولة العربية في تونس، وده الاهلي طبعا حمل لقبها في الموسم اللي فات. وقالت كمان ان النادي الاهلي بيحترم كل المنافسين في مختلف البطولات المحليه والبطولات العربيه والبطولات الافريقيه. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بعد كده طبعا بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي معانا مع اهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج في الفقره اللي جايه. الشروق اجاري يعلن قائمه المحليين لمواجهه النيجر. اتحاد الكره يتقدم ببلاغ للنائب العام. بوابة أخبار اليوم، اتحاد الكرة يجدد رفضه لطلبات محامي محمد صلاح. كرة، وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمة صلاح. شوقي غريب يشيد بالتعاون المثمر مع أجاري. اليوم السابع، القيصر يوافق على تمديد عقده مع الإسماعيلي موسما.
المقصة يواجه الأهلي الليبي وديا استعدادا للمصري. فيتو محمد صلاح بالمركز الرابع في قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي. الوفد الليلة عمرو وردة يسعى لكتابة التاريخ مع فاوك أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا. سكاي نيوز نجم ريالي كان يجب على رونالدو اتباع أخلاق ميسي. سبورت 360 أرسنال قد يكون وجهة يايا توري المقبلة. أيس الأسبانية مباراة بيرنلي قد تكون الأخيرة للمورينيو مع مانشستر يونايتد. هنبتدي أخبارنا مع الشروق واللي قالت إن أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أسماء 13 لاعب تم اختيارهم من الدوري المصري الممتاز عشان يشاركوا في معسكر الإعداد لمباراة النيجر ضمن طبعا الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية. اللعيبة اللي تم اختيارهم هم محمد الشناوي، صلاح محسن، محمد هاني، أيمن أشرف من النادي الأهلي، محمود جنش، طارق حامد من نادي الزمالك، باهر المحمدي ومحمد صادق من الإسماعيلي، علي جبر ومحمد حمدي من بيراميدز، أحمد جمعة من المصري بورسعيدي، وحسام حسن من سموحة، إسلام جابر من الداخلية. وكمان أجاري أعلن قبل كده عن أسامي 13 لاعب محترف في الخارج للمهمة نفسها وهي طبعا المعسكر القادم، معسكر مباراة النايجر. نروح لموقع كورة. موقع كورة قال أن تقدم اليوم الأربعاء حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم ببلاغ للنائب العام عن وجود حسابات مزورة باسم رئيس الجبلية هاني أبو ريدة والأعضاء مجدي عبد الغني، كرم كردي، وخالد لطيف على مواقع التواصل الاجتماعي. واستمرت الحسابات المزورة دي في كتابة تغريدات منسوبة للاتحاد المصري من شأنها أن هي تثير الرأي العام. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أن الاتحاد كعادته درس اللي قاله محمد صلاح بعناية شديدة بغير طبعا الارتقاء بالمنتخب الوطني ككل، لا سيما طبعا أن الارتقاء بالمنتخبات الوطنية هو أحد أهم الأهداف المباشرة اللي عمل على تحقيقها مجلس إدارة الاتحاد من ساعة ما تم انتخابه من سنتين. وقال برضو مجاهد أن اتحاد الكرة لم يبخل في دعم منتخب البلاد بلا حدود لتوفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ المناسب لأداء مهمته الوطنية. كمان كورة قال أن خلاص أزمة محمد صلاح قربت أن هي تنتهي مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة فيما يخص بعض الطلبات الخاصة باللاعب. وتواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع محمد صلاح بشكل شخصي عشان يقدر أن هو ينهي الأمر ده أو الأزمة دي نهائيا. وتكلم صبحي مع اللاعب عن الأسباب اللي خلته يخرج عن تركيزه وينشر فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كورة برضو قالت أن أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بالتعاون المثمر ما بينه وما بين المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب الأول. وقال شوقي غريب أنه اتفق مع أجيري أنهم ينسقوا مع بعض فيما يخص ضم اللاعبين على أن تكون الأولوية طبعا للمنتخب الأول. وقال كمان شوقي غريب أنه تم الاتفاق على توحيد خطط اللعب سواء في التدريب أو في المباريات عشان يتعودوا لعبة المنتخب على الطريقة نفسها. كمان اليوم السابع قال إن حرص مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على فتح ملف تمديد تعاقد حسني عبد ربه قائد الدراويش لمدة موسم كمان مع القلعة الصفراء، وده اللي طبعا رحب بيه القيصر اللي مدد عقده مع الإسماعيلي لمدة موسم مقبل. نروح معاكم لليوم السابع. اليوم السابع قال ان قرر الجهاز الفني لفريق مصر المقصه بقياده طلعت يوسف انه يقود مباراه وديه مساء الاربعاء امام اهلي ترابلس الليبي في الاستاد الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمواجهه المصري بورسعيدي في الجوله الخامسه في الدوري المصري الممتاز والمقرر ليها ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي على ملعب برج العرب في اسكندريه. كمان فيتو قالت ان احتل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخبنا الوطني الاول المركز الرابع في قائمه قناه سكاي سبورتس الانجليزيه عن افضل لاعبي الدوري الانجليزي او البريمير ليج في كل اسبوع. احتل محمد صلاح المركز الرابع في القائمه بعد قيادته لفريقه للفوز بهدف مقابل لا شيء قصاد برايتون على ملعب الانفيلد رود. ويتصدر لوكاس مورا لاعب توتنهام قائمه الافضل في الدوري الانجليزي وجي بعديه جوزي هاليفوس مدافع
راشفورد وبعد كده سيرخي أجويرو مهاجم مانشستر سيتي. كمان الوفد قالت ان النهارده يوم الاربعاء هيواجه فريق باوك اليوناني المحترف في صفوفه نجمنا المصري عمرو ورده نظيره بنفيكا البرتغالي في اياب الملحق المؤهل لدور المجموعات في بطوله دوري ابطال اوروبا على ملعب تامبا ستاديوم في مدينه سالونيك اليونانيه. هيسعى طبعا فريق باوك بقياده عمرو ورده ان هو يكتب تاريخ جديد بالفوز على فريق بنفيكا او يتعادل معاه عشان يقدر ان هو يضمن التاهل لدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخ. عمرو واردة قاد باوك عشان يحقق التعادل قصاد بنفيكا 1-1 في مباراة الذهاب في العاصمة البرتغالية لشبونة بعد ما سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء. كمان سكاي نيوز قال ان شن رافائيل فان دار فيرت لاعب سابق لفريق ريال مدريد الاسباني هجوم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ما ساب النادي الملكي وتوجه ليوفنتوس الايطالي. وقال اللاعب الهولندي رونالدو كان مفروض يكون اكثر اخلاصا لفريقه السابق وكان المفروض ان هو يفضل في ريال مدريد حسب ما نقل طبعا موقع سوكر لادوما. وكمان قال فان دار فيرت اللي سبق وقال ان هو طبعا بيفضل ميسي على كريستيانو رونالدو هل ترى ليونيل لن يغادر برشلونة أبدا لن يقوم بهذا الأمر. كمان سبورت 360 اتكلمت عن تقارير لنادي أرسنال الإنجليزي وقالت أن قد يكون الواجهة المقبلة للنجم الأيفواري يايا توري بعد ما رحل عن مانشستر سيتي بشكل نهائي والبعض كانوا متخيلين أنه هو رايح ويست هام يونايتد هيكون الواجهة اللي جاية للاعب هي الفريق أو لك عفوا فريق الأرسنال. وقالت كمان أن التقارير دي قالت ان فريق ارسنال هو قد يكون الواجهه القادمه ان شاء الله ليايا توري. طيب نروح لايس الاسبانيه اللي قالت ان مباراه مانشستر يونايتد اللي جايه مع نظيره بيرنلي في بطوله الدوري الانجليزي لكره القدم هتكون الفاصله بشان طبعا بقاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من عدمه وفقا لما يتناوله او ما تتناوله التقارير البريطانيه النهارده. وطبعا هيلتقي يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله في الجوله الرابعه من بطوله الدوري الانجليزي على ملعب تيرف مور. المتوقع طبعا ان يكون اللقاء ده لقاء ناري بحسب بوصف الصحافة والإعلام الإنجليزي. قالت كمان صحيفة الديلي ميل إن بالرغم من الدعم اللي بيتلقاه مورينيو من إدارة اليونايتد خلال الفترة الأخيرة لكن مصيره في مسرح الأحلام بات قريب من الانتهاء بخروجه بسبب سوء النتائج. وكمان قالت الصحيفة إن إدارة النادي الإنجليزي ممكن إن هي تقيل مورينيو في حال إن هو أن المباراة دي انتهت بنتيجة سلبية وما حققش فيها الفوز وما خرجش فيها بالثلاث نقط. طيب دلوقتي سريعا بقى هنروح لفاصل ونرجع من الفاصل ده ان شاء الله نتابع معاكم اهم اللي حصل في السوشيال ميديا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. بنوصل دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم واخر اللي نشره نجوم الكره سواء عالميا او محليا طبعا بالاضافه لاهم الصفحات الرسميه الخاصه بالانديه واهم صفحات الكره. لكن هنبتديها دلوقتي. هنبتدي مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي نشر على حسابه على تويتر لقطة أكرم توفيق مع كابتن الفريق حسام عاشور واللي انتشرت طبعا بشكل كبير جدا بعد الماتش وعمرو سراية كمان بعد ما خرج بسبب الإصابة واللعيبة بيساعدوه. كتب هذه الأشياء التي لا يمكن أن تشترى إنها روح الفانيلا الحمراء. الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر برضو نزلت صورة للعيبة من الاحتفال بالأهداف وكتبت 13 نقطة كأكتر فريق حصد نقاط في دور المجموعات. قالت كمان الصفحة الرسمية أن فريقنا بيفوز 4 مباريات متتالية في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. نروح لاحتفالات اللعيبة بقى على الانستجرام. هنبتدي مع وليد أزارو اللي نشر على انستجرام صورته من الجول الأول أو الهدف الأول وكتب كما هو الحال دائما الحمد لله.
وكمان نزل صلاح محسن على حسابه على انستغرام صوره ليه من الهدف الرابع وكتب الحمد لله على كل شيء. علي معلول كمان نزل على انستغرام صورته من الماتش وقال جود تيم. نشر كمان اسلام محارب صوره ليه من الماتش وكتب الحمد لله والقدم افضل التسعة يا اهلي. نشر كمان اكرم توفيق صورته مع سعد السمير وكتب الحمد لله. واشادت كمان صفحه الاهلي بلاير 72 على الانستغرام وليد ازارو وكتبت وليد ازارو في بطوله افريقيه او في بطوله افريقيا في هذا الموسم شارك في 6 مباريات احرز 6 اهداف نسبه تهديف 100% واقوى مهاجم في مصر واحد افضل المهاجمين في افريقيا حاليا. كمان اسلام الشاطر نشر على تويتر تغريده ليه وقال فيها هدف النادي الاهلي الثالث ولا احلى ولا اروع سيناريو وحوار واخراج رائع ومبدع من الاسطوره احمد فتحي. نشرت كمان صفحه يلا كوره على الفيسبوك النهارده الصبح صوره لاحتفال وليد ازار وكتبت صباح الخير افريقيا يا اهلي. وعن بقى محمد صلاح طبعا تضمن ناس كتير جدا او لعيبه كتيره جدا مع محمد صلاح من خلال تويتات. بالنسبه بقى لحازم امام فعمل تويته كتب فيها على تويتر الكلام اللي في الفيديو منطقي مش صعب ان شاء الله المعسكر القادم يكون فيه تغيير للاحسن نتقبل النقد ونحاول الاصلاح وتوفير مناخ جيد للاعبين. كمان حجازي على حسابه على تويتر كتب معنى الصالح العام ان الحاجات اللي محمد صلاح قالها في الفيديو هي للصالح العام والفريق وتفيد الجميع والمشاكل بسيطة هي لانها سهلة الحل من وجهة نظري. كمان نشرت صفحة بلاتش فوتبول على الفيسبوك تويتة او تغريدة لوكيل اعمال اللاعب يايا توري وكتبت وكيل اعمال يايا توري يقول انه على وشك التوقيع مع نادي جديد. نشرت كمان صفحة نادي بايرن ميونخ الالماني على الفيسبوك فيديو من تكريم واعتزال اللاعب شفاينشتايجر مع فريقه السابق بايرن ميونخ وعلقت وقالت اخر مره. تعالوا نشوف معاكم دلوقتي بقى لحظات اللعب الاخيره وهو بيودع الملعب. بقى نشرت صفحة 433 على الانستجرام فيديو للعيبة ما يعرفوش يعملوا دبل كيك زي بتاعت طبعا رونالدو وجاريث بيل وعلقت وقالت رونالدو وجاريث بيل طبعت يوم الأحد. تعالوا نشوف الاثنين عملوا ايه. دلوقتي بقى هنطلع لفاصل ونرجع معاكم نستقبل ضيفنا الاستاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي. سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وانضمنا دلوقتي في الاستوديو الناقد الرياضي استاذ اسامه السويسي منورنا. اهلا بيك يا شيماء واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي البيت الكبير. اهلا بيك. طبعا عايزين نتكلم في البدايه عن لقاء النادي الاهلي امبارح وكمبالا سيتي وفوز النادي الاهلي 4-3 وتصدر النادي الاهلي لمجموعته كمان حصول النادي الاهلي على 13 نقطه عشان يكون صاحب اكثر نقاط في المجموعات الاربعه. شفت اللقاء ده ازاي؟ اولا بنبارك لجمهور النادي الاهلي تاهل الاهلي المبكر قبل المباراه وبنبارك لهم تاكيد الصداره. وزي ما قلت لغه الارقام لا تكذب ابدا. النادي الاهلي محقق 13 نقطه كاعلى فريق في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. واعتقد ان ده في حد ذاته مكسب كبير لان لغه الارقام بتقول ان الاهلي كان متزايل للمجموعه قبل فترة التوقف بعد ما اتعادل مباراة في ملعبه مع الترجي ثم خسر في أمام كمبالا سيتي في ملعبه 2-0.
بعد الناس حست وشعرت بالقلق وخافت على حظوظ النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعود وبيحقق 4 انتصارات متتاليه مدويه داخل وخارج مصر، فاعتقد انه اكد جدارته لتصدر المجموعه وتاهل مستحق دون الدخول في تفاصيل فنيه، لان شايف عندك اسئله كتير. صحيح. طيب خلينا نتابع مع حضرتك دلوقتي اهم المنشطات اللي اتقالت النهارده عن لقاء النادي الاهلي امبارح. هنبتدي مع الاهرام. الاهرام قالت ان بطل مصر كان يفقد توازن في الشوط الثاني والخبره حسمت التعويض، وطبعا كان بيتكلموا جوه عن الاخطاء الدفاعيه واخطاء حارس مرمانا محمد الشناوي. كلام منطقي جدا واتفق معاهم تماما. سلاح الخبره فرق جدا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي امبارح بالفعل كان في اهتزاز في الشق الدفاعي. صحيح. مش من خط الدفاع بس ولا حارس المرمى، اعتقد ان الدفاع بيبدا من اول نقطه ووسط الملعب كان ليه تاثير كبير جدا، والعامل الارهاق كان واضح، الارهاق الذهني والبدني. لكن لو رجعنا نستعرض وهنقول برضو لغه الارقام لا تكذب، لغه الارقام بتقول ان النادي الاهلي في 40 يوم لعب 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا. صحيح. ولعب 4 مباريات في الدوري الممتاز. صحيح. ولعب مباراه في البطوله العربيه. مجموعهم 9 مباريات. ال 9 مباريات دول اتلعبوا في كام يوم؟ اتلعبوا في 40 يوم. من تاريخ 17/7 الى 28/8، يعني بمعدل مباراه كل 4 ايام. ال 40 يوم دول تخللهم كام ساعه طيران؟ 40 ساعة طيران ما بين بوتسوانا، ما بين العودة إلى القاهرة، ما بين خوض يعني حوالي يومين. أيوة. ما بين السفر إلى تونس والعودة والفوز على الترجي في رادس. صحيح. بالإضافة إلى السفر إلى برج العرب. صحيح. ما ننساش إن النادي الأهلي ما بيلعبش في القاهرة، وده مجهود تاني عليه. لكن محصلة الكلام ده إيه؟ محصلة الكلام دوت إن النادي الأهلي في 9 مباريات دول حقق 7 انتصارات. صحيح. وتعادل مباراتين، تعادل مع الاسماعيلي وتعادل مع النجمه. صحيح. ولغه الارقام بتقول انه في دوري ابطال افريقيا مسجل 9 اهداف واستقبل 3 اهداف في المباريات الاربعه الاخيره، ملناش دعوه باللي قبل فتره التوقف. وفي الدوري مسجل 6 اهداف واهتزت شباكه مره واحده بس. فده لا يدعو للقلق، ارقام لا تدعو للقلق. حصل فعلا امبارح كان في اهتزاز في النوع الدفاعي، كان في شويه استهتار شويه وقله التركيز من بعض اللاعبين، وانا بعذرهم بسبب الضغط. صحيح. الضغط الذهني والضغط البدني. وده كان واضح اكتر في الهدف الاول والثاني، ولكن احنا ما بندور لهمش على مبرر، لان النادي الاهلي مش متعودين منه كده، متعودين النادي الاهلي يظهر بالصوره الكويسه مع تحقيق الارقام الكويسه. صحيح. طيب كمان الاهرام المسائي قال في المنشات الخاص بيه هجوم جبار دفاع منهار. ايه رايك بقى في المنشد ده؟ يعني اعتقد ان هو في نوع من الاثاره شويه وفي نوع من السجع علشان تمشي اللي هي هجوم جبار ودفاع منهار، لكن انا شايفها المساله مش محتاجه اكتر من ارست ودن لثنائي خط الوسط. لا، ثنائي خط الوسط. شفت انا ببدا منين؟ يعني من عمرو السليه اللي احنا اشادنا بيه بعد لما كان في مباراه وادي دجله، كان على دكه البدلاء ولعب وقلب المباراه. لكن بقول له ان هو يعني امبارح هو وعصام عاشور يعني كشفوا خط الدفاع بتاعنا شويه، فبالتالي كان في اخطاء برضو من قله التركيز، بالاضافه لمحمد الشناوي طبعا برضو محتاج وقفه شويه. محمد انت حارس مرمى منتخب مصر، انت المستقبل، انت اللي كذا، بس محتاجين شويه تركيز اكبر من كده في المباراه السهله دي. حقيقي. بالنسبه لخط الدفاع بالنسبه لخط الدفاع اللي ينطبق على محمد الشناوي ينطبق على سعد سمير. صحيح. وعلى علي معلول وعلى احمد فتحي وعلى، لكن منظومه كره القدم بتقول ان احنا بنهاجم كلنا وبندافع كلنا، يعني اي هدف من زمان قوي، اي هدف بي 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 بيدخل مرمى النادي الاهلي ما بتحملوش حارس المرمى بس، ودي الروح اللي جوه النادي الاهلي. صحيح. بتحمله. صحيح. راس الحربه قبل اي قبل حارس المرمى. وارد ان يهتز مستوى حارس مرمى طبيعي وطبيعي. المدافع زي ما كنا بنقول يعني 40 يوم لعب فيهم النادي الاهلي، 9 مباريات سافر فيهم قد ايه بالارقام اللي حضرتك قلتها، فاكيد ده مجهود بدني كبير، بالرغم طبعا من التدوير اللي بيعمله باتريس كارتيرون ومحاولته ان هو يريح بعض العناصر الاساسيه في اللقاء. طب نروح لعنوان المسا كتب الاهلي يحتاج لترميم سريع،
خط الوسط والدفاع والحارس مسؤولون عن الثلاث أهداف اللي دخلت المرمى. مطلوب للأحمر فورا قلب دفاع وصانع ألعاب قبل فوات الأوان. شايف بقى ان النادي الاهلي فعلا محتاج ترميم؟ طب هو فورا، بس انا عايز اقف عند كلمه فورا، هو باب القيد اتقفل ولا ايه؟ وما عندناش استثناءات. يعني في ناس محظوظه جات لها استثناءات من الفيفا، لكن احنا ما عندناش، احنا كنادي الاهلي ما عندناش استثناءات، وعندنا قائمه 25 لعيب. مش عايزين ندخل في التفاصيل ونقول ان النادي الاهلي عنده ارتباطات افريقيه وعنده ارتباطات محليه وعنده ارتباطات عربيه، وفي المقابل ما سمحتليش ان القائمه تبقى 30 لعيب، انت بتقول لي ان هم دول ال 25 لعيب. طيب انا بس عايز اطمن الإخوة في الزملاء في المسا وطمن جماهير النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده صفقة كبيرة جدا في خط الدفاع في الأيام اللي جاية دي، هيشهدها خط دفاع النادي الأهلي، وهي صفقة محلية؟ محلية طبعا، محلية 100%. عودة رامي ربيع، عودة رامي ربيع أنا شايفها صفقة قوية جدا. والميزة المرة دي إن رامي ربيع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتينو صابرين عليه. رامي غاب فتره طويله، لكن رامي اعتقد انه هيكون مكسب وتدعيم لخط دفاع النادي الاهلي بشكل قوي جدا لما هيرجع ان شاء الله لمستواه الطبيعي، لان رامي انا بعتبره من احد ابناء النادي الاهلي اللي بيلعبوا بروح النادي الاهلي. أكيد. اللي هيكون مكسب كبير، لانه كمان لعيب كوره من نوعيه اللعيبه الحريفه اللي مش قوي بس، لا كورته كمان كويسه وحلوه يعني ان شاء الله. فده بالنسبه لخط الدفاع. طب لو هنتكلم عن خط الدفاع في يناير القادم، هل تتوقع ان هيكون في صفقات جديده بتخص يعني الشق الدفاعي؟ والله انا لا، انا ما اعتقدش، لان اللي موجودين يكفوا، لان احنا في الصيف عملنا صفقه وجبنا علاء المدافع ولسه ما ظهرش وما خدش فرصته. عندنا محمد الجزار، عندنا رامي ربيع هيرجع، وفي وجود برج الجزيره ما شاء الله المدافع الهداف برج الجزيره سليف كوليبالي، وعندنا سعد سمير قلب الاسد، عندنا محمد نجيب الخبره لكن ما اعتقدش ان خط الدفاع محتاج اي تدعيم، خاصه ان كل لاعب بعد رجوع رامي ربيع ان شاء الله. وعندنا في كل مركز من مراكز الدفاع عندنا لاعب وبديله، لاعب وموجود بديله يعني. صحيح. عندنا في الناحيه الشمال في عندنا ثلاثه، عندنا علي معلول وعندنا ايمن اشرف وعندنا صبر رحيل، في الناحيه الثانيه عندنا احمد فتحي وعندنا محمد هاني، والاثنين لعيبه جواكر بيلعبوا في اي حته في الملعب. وعندنا في قلب الدفاع كل الاسماء اللي ذكرتها لك. بالنسبه لصانع اللعب، انا مش عايز الناس تقلق وتستعجل، عندنا صناع لعب كتير، عندنا باتريس كارترو مدرب كويس وبيغير اسلوب لعب النادي الاهلي وبيغير طريقه لعب النادي الاهلي، ومازال في البدايه، اصبروا عليه واصبروا على اللعيبه الصغيره. عندنا ناصر ماهر لعيب كويس ولعيب طبعا، لكن مازال لسه بيفتقد خبره الضغط، خبره ضغط المباريات، فنستحمل شويه على ناصر، ونستحمل شويه على احمد حمدي، ونستحمل شويه على اللعيبه اللي موجوده، وان شاء الله النتيجه هتكون كويسه. اكيد طبعا اللعب لفريق زي سموحه طبعا فريق محترم وفريق كبير، ولكن من غير ضغط جماهيري بيختلف تماما عن لعب صفوف النادي الاهلي. شايف ان باتريس كارتيرون امتى هنشوف بصماته الحقيقيه على النادي الاهلي؟ هو قال انا محتاج فتره علشان يبقى لي بصمه على فرقتي، وده منطقي وطبيعي جدا. اي مدرب في العالم بيحتاج وقت علشان يبقى له بصمه مع الفريق، ما بينفعش في انسجام، في تجانس كده في العناصر، لانه كمان معلش احنا يعني خلينا نتكلم بصراحه. الصراحه بتقول ان النادي الاهلي فنش الموسم اللي فات، هو بطل الدوري واصل نهائي افريقيا، ولكن عانينا من مشكله ان في بعض الغيابات حصلت وقلنا ملهاش بديل، وقلنا ان الفريق بيتاثر بيها، قلنا الكلام ده. طيب هو الراجل جاي وعنده الادوات دي والموجوده دي، فنصبر عليه. الراجل لسه تسع مباريات حصل فيهم تدوير وحصل فيهم غيابات وحصل فيهم، فنصبر، لان انا متفائل جدا مع باتريس كارترون والجهاز المعاون ليه، انا متفائل جدا. خصوصا طبعا ان هو حقق كمان 4 انتصارات متتاليه دوري ابطال افريقيا، 9 انتصارات وتعادلين، يعني التعادلين فيهم تعادل مع النادي الاسماعيلي كنت تستحق الفوز في مباراه، كنت تستحق الفوز لولا الاخطاء التحكيميه، وفي مباراه النجم اللبناني في البطوله العربيه بتلعب بدون 8 لعيبه من التشكيله الاساسيه. صحيح. ومع هذا بتلعب المباراه تقريبا في منطقه جزاء النجمه، اللي بيدافع
بال 11 لعيب والجهاز الفني والبدلاء يعني. وبعدين وصلت للجون كذا مره لكن ما كانش في توفيق مع مروان محسن، ما كانش في توفيق مع وليد سليمان، والعرضه اتعطفت مع الفريق اللبناني. ومع هذا انا متفائل ان النادي الاهلي ان شاء الله هيخطي، هيعدي مرحله النجم اللبناني وهيكمل في البطوله العربيه. ماشي. بالنسبه بقى لدوري ابطال افريقيا، زي ما كنت بقول لك دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن برضو ان الكارتيرون مقدم اداء كويس قوي الفوز في 4 مباريات متتاليه في دوري ابطال افريقيا، توقع هيكون دور الثمانيه عامل ازاي؟ والله احنا ما زلنا في انتظار القرعه ان شاء الله، قرعه البطوله زي ما الناس كلها عارفه ان في عندنا 4 مجموعات، في 4 فرق متصدره هيبعدوا عن بعض، بالاضافه الى الفريق الثاني اللي هو نادي الترجي، دول هيبعدوا عن مواجهه النادي الاهلي. لكن بشكل عام انا شايف ان المنافسه في دوري ابطال افريقيا هتبقى زي كل سنه وزي كما هو معتاد، هتبقى محصوره بين الفرق العربيه، فرق الشمال افريقيا، الفرق العربيه، بالاضافه الى فريق واحد انا متوقع ان هو هيبقى له تاثير اللي هو فريق مازيمبي الكونغولي. فريق مازيمبي الكونغولي من الفرق اللي مقدمه عروض كويسه السنه دي، بالاضافه لانه بيتمتع بميزه مختلفه عن كل الاخرين، يعني اللعب في لومباتشي. انا رحت مع الاهلي في لومباتشي ديت سنه 2001 تقريبا، الاهلي لعب مازيمبي هناك، البلد نفسها والاجواء هناك اجواء صعبه جدا. افريقيا كلها كده؟ لا، بالذات البلد، المدينه ديت علشان تسافريها بالطياره، طيران عادي داخلي كمان؟ لا، طيران عادي محتاجه 24 ساعه تروح كينيا، ومن كينيا على جوهانسبرج، من جوهانسبرج على العاصمه كينشاسا، ومن كينشاسا العاصمه تاخد طيران 1000 كيلو طيران داخلي، وده خطر جدا. عشان كده اعتقد النادي الاهلي هيعمل كالعاده، هيسفر الفريق على طياره خاصه تروح مباشره الى لومباتشي، لان الملعب كمان ملعب ضيق وملعب صعب جدا. بس انا متفائل لانه لو جه في سكتنا ان شاء الله باتريس كارترون هيكون ليه كلمه عليا، لانه عارف كل التفاصيل دي أكيد. وسبق ليه تدريب مازيمبي وهيبقى بالنسبه له كتاب مفتوح. طيب لو سالتك انهي فريق او انهي منافس تفضل النادي الاهلي هو اللي يقابله في المرحله الجايه في الدور القادم؟ لا، مساله تفضل وما تفضلش ديت مش موجوده في كره القدم، اللي هو الطبيعي انت كنادي اهلي بتلعب على البطوله ترحب باي يعني حد. تتمنى ك- 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 كواحد من محبي النادي الاهلي. والله يعني مساله ان هو في الدور اللي جاي، يعني في دور في اول اغسطس. والله خلينا بعيد عن المواجهات العربيه، خليها متاخره شويه، لان المواجهات العربيه ليها حساسيات. بس انا زي ما بقول لك، النادي الاهلي هو كبير القاره السمراء، النادي الاهلي هو زعيم القاره السمراء، النادي الاهلي هو صاحب الارقام القياسيه والعدد والرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري ابطال افريقيا، وهو ممثلها الافضل في الكره العالميه. فمن النادي الاهلي المفروض ان هو يرحب باي فريق كان، سواء وفاق سطيف، سواء أو الأغسطس الأنجولي، أو حرية كوناكري الغيني. البطل لازم يلعب على أنه هو يفوز ويتأهل بغض النظر عن هوية واسم المنافس. طيب احنا سألنا السؤال ده للجمهور، تفضل النادي الأهلي يقابل مين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاق سطيف ولا أو الأغسطس الأنجولي ولا حرية كوناكري الغيني؟ تعال نشوف معاك الجمهور رد علينا وقال لنا إيه، هنشوف الإجابات اللي جات لنا من على الفيسبوك. ابراهيم عبد السلام قال لنا بغض النظر عن الفرقه اللي هنقابلها اتمنى مواجهه او مواجهه فريق افريقي. احمد فهمي قال وفاق سطيف عشان اللعيبه تستعد كويس للماتش بعكس الفرقتين التانيين، هيكون في تراخي في الماتش زي ماتش كامبالا. احمد عثمان قال لنا وفاق سطيف. بص عنتر بيقول نظرني نواجه فريق من جنوب افريقيا افضل من فرق شمال افريقيا لانها بتكون عنيده جدا على ارضهم، ولكن فرق جنوب افريقيا دايما الدفاع عندهم بيكون ضعيف. محمد فيومي بيقول اتمنى وفاق سطيف لدواعي الارهاق والسفر للجزائر مريح، واعتقد ان القرعه هتكون حريه كوناكري. يوسف راشد بيقول والله انا نفسي حريه كوناكري، بس البطل ما يخافش من حد او من اي فريق. اشرف النموذجي بيقول وفاق سطيف لان أرقامه في البطولة تبشر بالخير لينا. شعبان بيقول منور الدنيا بشكرك جدا، أتمنى فريق أول أغسطس أفضل من شمال أفريقيا. أحمد رفعت بيقول مساء الخير يا شيم، أنا بقول وفاق سطيف إن شاء الله نكسب أفريقيا التاسعة
محمود صبحي بيقول اتمنى موجه هراك ونكر الغيني وان شاء الله النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. عبده بيقول مساء الورد بشكرك، اتمنى نبعد عن وفاق سطيف للبعد عن موجهه شمال افريقيا والاهم الجزائر. تحياتي ليكي بشكرك جدا. وايهاب كمان بيقول اتمنى موجهه هراك ونكر الغيني. محمد عثمان بيقول اتمنى اي فريق غير وفاق سطيف عشان ضغوطات الجماهير الجزائريه رهيبه، بس ان شاء الله احنا قدها. ومحمد انور كمان بيقول اتمنى مواجهه وفاق سطيف الجزائر. دي كانت اراء بقى الجمهور لما سالناهم النادي الاهلي بتفضلوا او الافضل النادي الاهلي ان هو يقابل مين، وفاق سطيف ولا اول اغسطس ولا حراك ونكر الغيني. ما اختلفناش يعني، معظم الاراء اتفقت معايا ان البطل بيرحب باي حد، ما عندوش مشكله، وان كان بعض فيهم حتى في تباين في وجهات النظر يعني ان في ناس بتختار الفريق الجزائري وفاق سطيف، وفي ناس بتقول لا يعني في ناس بتدور على سهولة الطيران وسهولة المشوار على اللعيبة، وفي ناس في ناس تانية خايفة من حدة الجمهور. زي ما قلنا ال 40 ساعة طيران دول في الوقت القصير ده مسألة صعبة، ومسألة الرزنام المضغوطة، الجدول المضغوط جدا السنة دي، جدول المسابقات. يكفي ان النادي الاهلي زي ما شفنا في الاسبوعين اللي فاتوا بيلعب ثلاثة وجمعة، اعتقد ده ما حصلش مع اي فريق، مع اي فريق مصري يعني، حتى المصري اللي بيلعب في الكونفدراليه الافريقيه ما حصلش معاه نفس الكلام. اعتقد وشايف ان النادي الاهلي الروتيشن اللي بيعمله الجهاز الفني حاجه كويسه وهتفيد الفريق مستقبلا ان شاء الله. طيب نرجع مره تانية لتفاعل الجمهور ونروح لتويتر. في تويتر محمد بيقول او الاغسطس زكي الحبشي بيقول افضل حريه الغيني ولكن الاهلي سيقابل وفاق سطيف. عمرو بيقول اتمنى نواجه فريق اول اغسطس. علا حماده بتقول وفاق سطيف. ايمن بيقول اول اغسطس. محمد فتحي بيقول وفاق سطيف. احمد بيقول الافضل وفاق سطيف. ومحمد بيقول اي حد، احنا الاهلي ثقه في الله هنكسب. ماهر ابو بكر يقول ما تفرقش معانا احنا هنقابل مين، المهم تكون البطوله لينا ان شاء الله. محمد سليمان بيقول البطل لا يخشى مواجهه اي فريق. دي كانت الاراء كمان اللي جت لنا من على تويتر. نروح بقى للدوري المصري الممتاز، وشايف لقاءات النادي الاهلي في الدوري لحد دلوقتي عامله ازاي؟ يعني لما تلعب اربع مباريات وسط الاجواء ديت وتكسب ثلاث مباريات تتعادل في مباراة. تعادل في مباراة، لو بصينا لهم كده بشكل سريع، بدأت مع الإسماعيلي. طبعا احنا الأهلي ما بنتكلمش على قرعة ولا على اختيارات ولا على الكلام دوت، لأن في ناس كتير غيرنا ما بتيجي القرعة مع الوصيف ومع التالت بيشتكوا وبنسمع أصوات غريبة يعني، لكن النادي الأهلي تعامل بواقعية شديدة ولعب مباراة الإسماعيلي كان الأقرب للفوز لولا مباراة الإسماعيلي قدامنا دلوقتي. مباراة كان فيها سحابة ما شاء الله، سحابة دخان يعني، فاللي يبدو ان السحابه دي اثرت على الاداء التحكيمي للمباراه، والاهلي اتحرم من هدف صحيح جدا سجله وليد ازارو. والمؤسف المؤسف جدا ان الاهلي سجل هدف شرعي، الهدف الشرعي ده الناس تجاوزت في التحليل التحكيمي، تجاوزت الهدف الصحيح النادي الاهلي وشككت في الهدف بتاع النادي الاهلي اللي سجله النادي الاهلي. صحيح. يعني هي دي علامه الاستفهام بصراحه. تهاونت في حق النادي الاهلي واتكلمت في لما يكون ليهم او هم شايفين ان ممكن يقدروا يشككوا. بصراحه شديده جدا. انا شايف ان اللي بيحصل وضع غير طبيعي. يعني وضع غير طبيعي بمعنى النادي الاهلي السنه اللي فاتت توقف مدربه حسام بدري بسبب نظره. صحيح. وتوقف معاه حسام عاشور، وتوقف معاه سيد معوض، وتوقف معاه مجموعه. صحيح. من صحيح. الجهاز الفني. تمام. كابتن سيد عبد الحفيظ مره طلع قال، كان مدير الكوره، طلع قال انا عايز العداله مش اكتر من كده. قال انا عايز العداله بس. السيد رئيس لجنه الحكام الاستاذ عصام عبد الفتاح طلع هاجمه بدراوه وهاجم النادي الاهلي والحكام، ومحدش يجي جنبهم ومحدش يقدر عليهم ومحدش يقدر كذا ومحدش يقدر كذا ومحدش معاه. طب حضرتك كنت فين؟ مش سامعين لك صوت لما اتقال على حكم مساعد مصري انه محتاج يروح لدكتور عيون. طيب انت حضرتك كنت فين لما اتقال عليك انت شخصيا وعلى حكامك فاسدين؟ كده باللفظ علامة استفهام كبيرة، والكلمة خرمت أذان ملايين مش في مصر بس، في الوطن العربي. كنت فين؟ هو الكلام دوت ما بتردش عليه ليه؟
انا بسال الاستاذ عصام عبد الفتاح، بقول له لو سمحت لما تحب ترد وتدافع عن حكامك تدافع عليهم في كل الاحوال، في كل الاحوال مش بس تبقى اسد على النادي الاهلي ونعام على الاخرين. ما ينفعش وما يصحش، ما ينفعش وما يصحش. طيب، فهي دي نقطة القلق الوحيدة، ان في اخطاء للحكام، والاخطاء للحكام للاسف الشديد الحالات التحكيمية والاستوديوهات التحليلية للتحكيم قلت قبل كده في قناة الاهلي وهقول تاني، المحلل واحد غلط، لان المحلل ده بشر بيحب ويكره، صحيح. بيختار الحالات اللي على مزاجه، هيحللها على مزاجه، هيطلع لي الحكم ده واخد 10 على 10 لو الحكم ده جاي على هواه وبيحبه، لو الحكم التاني ما بيحبوش وعنده حسابات وعنده 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 هيطلعه 4 من 10 ضعيف جدا. فلو سمحتوا نعيد النظر في مسألة التحليل التحكيمي، يبقى على الأقل في كل استوديو تحكيمي، في كل استوديو تحليلي للحكام 3 حكام معتزلين، كل واحد بيختار والمعد يختار والمقدم يختار الحالات ونتناقش فيها كلنا، لكن كده ميبقاش وجهه نظر واحده، ميبقاش وجهه نظر واحده، لان صحيح. واضح ان في اتجاه مش كويس، يعني مش حابين نتكلم اكتر من كده. طيب لو اتكلمنا عن الدوري المصري الممتاز، هل شايف في منافسه مبكره او شايف ان في بوادر لوجود منافس قوي في الدوري المصري الممتاز؟ والله بص، هو بالنسبه للدوري الممتاز الناس كلها بتلعب، وفي الاخر البطوله بتروح لصاحبها، الدرع بتروح لبيتها المفضل. النادي الاهلي زي ما قلنا قبل كده وهنكرر، النادي الاهلي 40 بطوله صحيح، الفرق الاخرى مجتمع نص عدد مش واصلين للنص، صحيح. فدي اسمها البطوله الملاكه للنادي الاهلي، بطوله الدوري هي البطوله الملاكه للنادي الاهلي. بس المشكله في ايه؟ المشكله ان النادي الاهلي عامل زي طالب شاطر في الفصل، في مستوى وفي جاب بينه وبين الاخرين كبير جدا. فبيحصل ايه؟ الطلبه الفاشلين اللي في الفصل لما بيجي لهم طالب جديد بيتوسموا فيه انه ممكن يبقى منافس كويس، فتلاقيهم جريوا عليه وعايزين الطالب المتفوق ده يقع باي شكل. فهو اللي بيحصل دلوقتي كده، النادي الاهلي السكاكين كتير والحرب شعواء، حرب بتتصرف فيها كتير، علشان كله الهدف واحد انه يوقعوا النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي ليه شعب يحميه. جمهور النادي الاهلي صحيح. هو الاكبر، هو الاعظم، هو اللي ما بيغيرش مبادئه. جمهور النادي الاهلي اللي بيضحي بروحه وبدمه علشان النادي الاهلي، مبادئ ما بتتغيرش، ما بتتغيرش ابدا. طيب معانا دلوقتي كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق 97 في النادي الاهلي معانا على التليفون. هو الاول طبعا كان اجرى حوار مع ملحق جريده المصور الرياضي، كان بيتكلم فيها وكان بياكد فيها طبعا على ان كابتن محمود الخطيب اسند له مهمه ان هو يكون فريق للشباب يكون اسمه فريق الامل، ويقدر يعوض فيه طبعا الملايين الكتير جدا اللي بتدفع في الصفقات من خلال ان يكون فريق 97 ده عنده مجموعة متكاملة من أفضل اللعيبة اللي يقدر يعتمد عليها النادي الأهلي. مساء الفل على حضرتك كابتن عادل. طيب واضح أن الاتصال اتقطع، نرجع مرة تانية إن شاء الله يكون معنا على التليفون، نرجع نتكلم تاني طبعا عن النادي الأهلي وعن لقاءاته في الدوري المصري الممتاز. النادي الأهلي دلوقتي معاه 10 نقاط من 4 لقاءات، 3 فوز وتعادل وحيد. شايف اصلا اداء النادي الاهلي في الوقت ده، يعني نقدر نكون عندنا يعني امل كبير او نتوسم فيه ان شاء الله الحصول على النجمه 41؟ انا متفائل جدا، متفائل مع الروح اللي موجوده في الفريق، مع الجهاز الفني اللي موجود، مع المناخ الصحي اللي موفره مجلس صحيح. اداره النادي الاهلي بقياده كبير كرة القدم في مصر الكابتن محمود الخطيب صحيح. اللي هو أسطورة الكرة المصرية، وشايف ان اللي بيحصل من انتقادات سواء بيتعرض لها الجهاز الفني، سواء بيتعرض لها اللعيبة، سواء ده بيندرج تحت حملة الهجوم على النادي الاهلي. وعايز اقول لجمهور النادي الاهلي وخاصة جمهور السوشيال ميديا، عايز اقول لهم يا جماعة مش كل حد يقول اي حاجة على النادي الاهلي، عشان بيلوموا احيانا على قناة النادي الاهلي انها عايزينهم يردوا على اي صحيح. حد ده حقيقي. لا يا جماعة مش اي حد يترد عليه حقيقي، يعني في ناس ملهاش حيثية هرد عليه بمناسبة ايه؟ يعني واحد بيشتري ساعات فضائية هرد عليه بمناسبة ايه اصلا؟ هو مين؟
لكن انا برد على اللي ليه حيثيه وليه وضع لما يكون مسؤول او 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 او, أو ليه كينونه ارد عليه, لكن مش اي حد ارد عليه. وبعدين عايز اقول لهم مثل الابيات ابيات الشاعر بتقول ايه, اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده باني كامل والكمال لله وجهه لله سبحانه وتعالى, لكن اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده باني كامل. فلو سمحتوا لما يبقى في ناس ناقصة بتزم في النادي الأهلي تجاهلوهم, وأنا بقول لكم تجاهلوهم, لأن ده الهدف. الهدف إن هو يركز على النادي الأهلي عشان عايز انتشار, عايز فيديوهات تتشير, عايز الناس ترد عليه. تجاهلوهم تماما. معانا دلوقتي كابتن عادل عبد الرحمن. مساء الخير على حضرتك. أهلا يا شيما, ازيك؟ منورنا. انت منور قناه الاهلي يا شيخ, ومبروك مجيئك قناه الاهلي. الله يخليك يا كابتن عادل. طبعا في البدايه كده عايزين نعرف خطه العمل على فريق 97. لا, هي مش خطه عمل فريق 97, هي خطه عمل اللاعبين اللي احنا عايزين مستهدفين. اولا اسلم على الاستاذ اسامه السويسي, توحشني حبيبي يا جوارديولا مصر. انت اللي وحشني, وانت اللي وحشني يا كابتن عادل, ومنور الدنيا كلها وموفق باذن الله. الله يخليك يا حبيبي. فاحنا فكرتنا الاولانيه والاخيره ان احنا الارقام بتاعه اللاعبين في العالم والاسعار غليت. صحيح, لازم نكون متفقين على كده. صحيح. فاحنا لا مناص لاي طعنش الا يعتمد على الموارد بتاعته. المفترض ان احنا قطاع يبقى منتج يطلع لاعبين للفريق الاول, وقطاع ممكن كمان ممكن يعمل دخل للنادي ده. صحيح. فهي دي الفكره اللي انا كنت يعني اللي انا متخيل اللي احنا ان شاء الله هنعملها. هل بقى اتفضل. لا كمل اتفضل. الحاجه المهمه في الموضوع ان فكره جديده اتعملت ان الفريق اللي هو الثاني في النادي الاهلي يبقى هو الداعم الاساسي للفريق. صحيح. الحاجه الثانيه المهمه. صحيح. ان هو يكون بنفس شغل وسيستم الفريق الاول. علشان اللاعب يبقى عنده اول ما يطلع الفريق الاول اولا ما يتعبكيش فنيا ولا اداريا ولا احترافيا. دي حاجه مهمه جدا جدا. مكب من اللاعبين كتير في مصر امكانياتهم الفنيه كانت عاليه جدا, ولكن استعداداتهم الاحترافيه كانت ضعيفه قوي, فتاهوا في وسط السكه وما طلعوش اللي عندهم. صحيح. صحيح. هنا احنا بدانا نفكر ان ازاي التيم ده يبقى دي تيم مثقف اولا اداريا ويستوعب ضغط النادي الاهلي, واللاعب في التيم ده لازم يبقى لاعب مميز. هو ان هو مميز فنيا فمميز اخلاقيا اكيد طبعا, عارف النادي الاهلي ومبادئه, عارف هو هيروح فين وهيشتغل ازاي, واحنا بنقرب له المسافه دي. وبعدين لازم كمان الشغل بتاعنا بيبقى على مراحل. يمكن انا اعلنت اكثر من مره انه الفكره جيده جدا. اكيد. محتاجه استمراريه. ويمكن الكابتن الخطيب دي فكرته, هو قال ان الفرقه دي تبقى تحت الفريق الاول علشان تخدم الفريق الاول, جايه لخدمه الفريق الاول فنيا واداريا كمان. بمعنى ان احنا ان شاء الله الفترة القادمة هيبقى في امتداد او امداد للفريق الاول بلاعبين. هل في بقى عناصر مبشرة موجودة دلوقتي في فريق 97 هنشوفها ان شاء الله مع الفريق الاول؟ ما انا هكمل لك يا شيما عشان دي مهمة. اولا مش من مهام الفريق اللي تحت الفريق الاول انه بس يبقى بيمد اللاعبين للفريق الاول. انا اوريدي في 9 لعيبة موجودين مقيدين عندي للفريق الاول مواليد 98 و97 سن اللي معاه. لعيبه كتير قوي اسمائهم معروفه, نثبت وحكايات وبيكام بره والجزار صحيح صحيح, وجميع اللاعبين اللي فوق في العمر بتاعنا. في 9 وفي 7 اعارات بره, وفي عندنا مجموعه لاعبين. المهم كمان ان احنا نكون بنساعد الفريق الاول في التكتيك. نجهز له لعيبته اللي ممكن ينزلها لنا علشان نجهزها له عشان يطلعوا يلعبوا. ممكن لعيب يبقى مصاب, ولعيب ممكن يبقى يكون بعيد عن الفرقه شويه, ممكن ينزل يلعب مباريات احتكاك ان احنا يعني ان احنا بنعده له لانه يلعب.
ولكن من ناحيه العناصر النادي الاهلي غني بالعناصر بتاعته. النادي الاهلي عنده لاعبين مش بال 97 و 98 بس، لان هي مش الفكره مختصه في فرقتي بس، الفرقه مختصه كمان عند الكابتن فتحي مبروك، هو اللي بيمدني باللاعبين. صحيح. زي ما انا بمد الفريق الاول باللاعبين، فقطاع الناشئين عند الكابتن فتحي مبروك كمان بيمدني باللاعبين علشان أكيد. اصعدهم للفريق الاول. فهي منظومه عمل متكامله ماشيه من تحت، من اول عند الكابتن فتحي بمجموعه المدربين اللي معاه، والى المجموعه بتاعتنا اللي هي بتشتغل مع في المشروع بتاعنا ده علشان نساعد اللاعبين. كابتن عادل عبد الرحمن، حضرتك دلوقتي ماشي بقى اكيد بخطه موازيه مع خطه باتريس كارتيرون في طريقه اللعب، في طريقه التدريب، وفي الخطط كمان اللي بيستخدمها. اكيد احنا موحدين السيستم، يمكن انا وحدت عليه السيستم. في حاجات كتير هتبقى مشتركه ما بيننا في طريقه اللعب، علشان لو طلع لعيب من عندي يلعب مع فريق اول يكون بيلعب بنفس طريقه الفرقه الكبيره. صحيح. حتى يمكن الحاجه الوحيده اللي احنا بنتكلم فيها وعايزينها نوحدها الايام الجايه ان شاء الله، حته التصعيد اللي هي الثلاث لاعبين اللي ينزلوا يلعبوا معايا في الفريق الاول، لان من حق اي فرقه ان هي في القانون المسابقه عندي ممكن اخد ثلاث لاعبين من الفريق الاول يلعبوا معايا، هي دي اللي لسه هنظبطها معاهم. وانا من وجهه نظري ان انا عاوز اطلع احسن ما اخد، بس لو هو عايز يساعد الفرقه في التجهيز ممكن ينزل لي، لكن انا اللي يطلع ما احبش انزله ثاني، بالعكس اللي يطلع عايزك تخليه يكمل حتى لو سنه صغير جدا. صحيح. كابتن عادل عبد الرحمن، نورتنا في كلام في الميديا، كل التوفيق ان شاء الله لحضرتك ولفريق 97 في امداد الفريق الاول ان شاء الله باهم وافضل العناصر اللي هتساعد النادي الاهلي. نرجع بقى معاك مره ثانيه، وبعيدا عن النادي الاهلي وعن مباريات الدوري ودوري ابطال افريقيا والبطوله العربيه والاجهاد والتدمير والكلام اللي احنا قلناه ده كله، عايزين نروح بقى للازمه المطاره بقى لها كام يوم، محمد صلاح والاتحاد المصري لكره القدم. والله شوفي، انا بختصر محمد صلاح في كلمتين. محمد صلاح محترف محترم. محمد صلاح من النوادر، لعيبه النوادر اللي جت في تاريخ الكره المصريه، اللي شقوا طريقهم بنجاح ووصل لمكانه لم يسبقه لها احد. صحيح. محمد صلاح كاتيجوري ليفل، بيصنف ليفل اول مع 5-6 افضل لعيبه في العالم، في العالم كله، في العالم دلوقتي. محمد صلاح عنده ظهير شعبي من الحب، بقى واحد مننا، بقى واحد في كل بيت. صحيح. محمد صلاح في كل بيت بقى محمد صلاح موجود، بيحظى بشعبيه غير طبيعيه، غير طبيعي. اولا لانه لعيب محترف، انه رفع اسم مصر، انه رفع طموح الشعب المصري كله وسقف الطموح للشعب المصري، وساهم في تاهلنا للمونديال بعد 28 سنه. مش اخرين عشان بيذلونا، بيقول لك احنا رجعناكم المونديال بعد 28 سنه، لكن محمد صلاح كان لاعب دور مؤثر. ومحمد صلاح واجهه مثاليه ومشرفه. صحيح. لمصر ولكل مصري. صحيح. محمد صلاح بقى جوه القلوب قبل ما يبقى صوره وتيشيرتاته مع الصغير قبل الكبير. فلو سمحتوا عيدوا النظر في التعامل مع العقليه دي. صحيح. محمد صلاح محدش يراهن على وطنيته. محمد صلاح اعرف كويس قوي ان هو بيحب تراب مصر. صحيح. زينا كلنا. صحيح. فلذا كان ولا غبار عليه، اذا كان في بعض الاخطاء من وكيله اللي هو مش مصري، رامي عباس اللي هو اللبناني الكولومبي الجنسيه، اذا كان في بعض الاخطاء فمش ما ينفعش وما يصحش نجرح في محمد صلاح. صحيح. محمد صلاح جوهره مصريه، خصوصا ان اللاعب رغم كل اللي فيه ده ما طلبش اصلا زياده عن حقه اي حاجه، هو كل اللي طلبه اتنين يقفوا على باب الاوضه عشان الناس تبطل تخبط عليه الساعه 5، حتى لو ليه هو من حقه طبيعي وبيحصل. على فكره هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الناس كنا عاملين تقول هو لا ما طلبش ليه، هو بيطلع بيطلب للفريق كله، على فكره هو مش محامي عن الفريق كله عشان يطلب للفريق كله، وحتى هو من لو حصل من حقه ان هو يطلب لنفسه، وحتى مش لو لازم حصل مش لازم للمنتخب كله، وحتى لو حصل حقه. محمد صلاح من اهم 5 لعيبه في العالم دلوقتي. صحيح. من حقه يا جماعه، محمد صلاح جوهره مصريه المفروض نشيلها جوه عنينا احنا كمصريين، ما ينفعش نعمل فيه كده. الاخوه الزملاء العرب في كل الوطن العربي مندهشين جدا، مندهشين جدا، يقولوا ازاي ان محمد صلاح كل العالم بيقدره شايله فوق الراس. صحيح. ان هو صوره مش لاعب بس متكامل، لا ده لاعب واخلاق،
لاعب وخلق طبعا. فازاي يبقى عنده مشاكل جوه بلده؟ ما يصحش يا جماعه. صحيح. ما يصحش. استاذ اسامه نطلع دلوقتي بس الفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك كلام في الميديا. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم في كلام في الميديا. طبعا لسه معانا في الاستوديو منورنا استاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي. برحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا بيك وكل المشاهدين. نرجع بقى لكلامنا ونروح لمنتخبنا الوطني الاول والقائمه اللي حطها اجيري لمعسكر منتخبنا ان شاء الله لملاقات النيجر. شفت القائمه دي ازاي؟ محليا وطبعا بالنسبه للمحترفين. بالنسبه للمحترفين اعتقد انه فيها نوع من العداله. فيها وجوه جديده. فيها وجوه جديده وجوه كانت موجوده ورجعت وانا حاسس ان هي اتظلمت في الفتره اللي فاتت ديت. اعتقد انه فيها نوع من العداله. القائمه المحليه هي اللي فيها بعض المفاجات. انا من مدرسه ان انا كل مدرب حر في اختيار العناصر والادوات اللي صح. تسمح له بتطبيق فكره. لانه هيحاسب في الاخر وهو على نتائجه. ايوه وهو اللي هيحاسب في الاخر على نتائجه. وان كنت طبعا مع التحفظ على اختيار اجيري نفسه لتدريب المنتخب. احنا ليه اشمعنا اجيري واخترنا ان احنا نحط ايدينا في الشبهات؟ يعني واحد عليه صح. كلام وعليه مشاكل وعليه كذا وعليه كذا. بس خلاص ده حصل وبقى امر واقع. رضينا ان نرضى الجبلايه بمجلس ادارتها اللي موجود. احنا بنتعامل معاهم كما هم. مش هنقدر نغيرهم لان تغييرهم مش هيبقى غير عن طريق الجمعيه العموميه علشان القانون ما بيسمحش بالتدخل الحكومي في والجمعيه العموميه احنا عارفين ازاي بتجيب وبتختار اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. فبالتالي احنا كان لينا تحفظات على اجيري لكن اجيري هو اللي موجود. خلينا نصبر ونشوف. ما لعبش ولا مباراه. اختار قائمه فيها بعض المفاجآت. وان كنت ان في بعض الاستبعادات عليها علامات استفهام. ولكن انا شايف ان هي قد تكون طبيعيه جدا يعني. في بعض اللعيبه المحليين مثلا بنتكلم يعني عن شناوي، صلاح محسن، محمد هاني، ايمن اشرف من النادي الاهلي، اربع لعيبه من الاهلي، اثنين من الزمالك، جنش وطارق حامد، باهر محمدي ومحمد صادق من الاسماعيلي، علي جبر ومحمد حمدي من بيراميدز، كمان احمد جمعه من مصر، حسام حسن من سموح، اسلام جابر من الداخليه. شايف مين كان نفسك ان هو يكون موجود او كنت بتامل ان اجيري يضمه للمنتخب؟ والله انا اللي شايفه مش اسمه بعينه، لكن انا شايف ان انت طالما اعلنت قائمه كان لازم يبقى مصاحب معاها مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي تقول انا اخترت دول عشان هعمل 1 2 3. انا استبعدت دول لان في بعض الاسماء ما زالت كان لسه كانت مطروحه وفي علامه استفهام كبير عليهم. يعني مثلا واحد زي احمد فتحي لغايه امبارح بيأدي اداء غير طبيعي. يعني مع النادي الاهلي بيأدي اداء غير طبيعي وبيأدي اداء عالي جدا ولعيب جوكر. يعني غيابه علامه استفهام. محمود كهربا بتاع نادي الزمالك غيابه على انت استفهام. كان طبيعي ان انت تقول يا جماعه دي قايمه انا استبعدت دول عشان عندي اسباب 1 2 3، او اقول ان الباب مفتوح قدام الناس الكل اللي كذا وكذا 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 وان دي قايمه مؤقته او لا قايمه مؤقته لمباراه النيجر. لكن القايمه مفتوحه وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ده الطبيعي اللي ده اللي بيحصل في كل العالم على فكره. لما بيجي مدير فني بيعلن القايمه بيروح عامل مؤتمر صحفي وبيتسال وبيجاوب على كل اسئله الصحفيين. يعني من وجهه نظر حضرتك القايمه الخاصه بالمحترفين المصريين كانت كويسه جدا وشايف ان كان في وجوه جديده انضمت او كانت غايبه في الفتره الاخيره ورجعت اخذت فرصتها تاني لانها كانت لازم في يوم من الايام تاخد فرصتها. لكن بالنسبه للاعيبه المحليين شايف ان في علامات استفهام كتيره. طبعا غياب احمد فتحي، غياب كهربا، وبعض سعد سمير كتير قوي. ده ما انا بقول لك هو كان يفضل ان يتعمل مؤتمر صحفي والناس تتسال وتجاوب بمنتهى الشفافيه ونبقى واضحين. ايه المشكله يا جماعه؟ هو احنا كل حاجه فيها غموض ليه؟ ما تخلونا نتعامل زي بقيه الناس. يعني زي بس واضح طبعا من القايمتين اللي احنا شفناهم دول اللي هو الاعتماد
الأكبر هيكون على المحترفين بالنسبة للأجيال. مليون في المية في كل الخطوط يعني مليون في المية في كل الخطوط باستثناء حراسة المرمى. أعتقد أنه محمد الشناوي وإن كان الشناوي وجنش أحرجوا الجهاز الفني بعد المباراتين الأخيرتين دولة. صحيح. سواء الزمالك قدام النجوم أو الأهلي قدام الفريق كامبالا سيتي. ولكن شايف أن ممكن تبقى فرصة لمحمد عواد. صحيح. تبقى فرصة كويسة ليه، وخاصة ان هو بيلعب بره دلوقتي في الدوري السعودي. شايف ان فرصة لواحد زي صلاح محسن لاعب النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي. انه انا كنت شايف ان هو وجوده كان معانا في روسيا في كاس العالم كان مهم جدا. أكيد. لان احنا افتقدنا المهاجم السريع الهداف اللي هو بقدرات صلاح محسن، وكان قبل الاختيارات الاخيرة كان في فورمة عالية. كان محتاج فعلا فرصة، وانا بنصحه انه يستغل الفرصة دي ويمسك فيها بإيده وسنانه. صلاح انت من اللعيبة الموهوبين اللي هيبقى لهم مستقبل كبير، بس المستقبل الكبير ده مش هيحصل إلا بالتزام داخل وخارج الملعب. لعبت في النادي الأهلي، بقيت موجود في النادي الأهلي، يبقى لازم تلتزم وتنضبط في التمرين وبره التمرين. صحيح. ما بقولش كده، لكن دي نصيحه عامه لكل اللعيبه. أكيد. ركز واستغل الفرصه وما تضيعهاش. اتمنى له ان شاء الله كل التوفيق ويكون هو كل كمان لمنتخبنا الوطني الاول. بشكرك جدا استاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. انا اللي متشكر جدا ومتشكر، ويا رب نكون ضيوف خفاف على مشاهدي قناه الاهلي. مشاهدي قناه الاهلي بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، وان شاء الله بكره هيكون معاكم زميلي امير شمعي هيقدم ان شاء الله حلقه بكره من كلام في الميديا. وانا بقى اشوفكم يوم السبت القادم الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. اشوفكم على الف خير.